حلوة يعني بس؟ ده انا حلوة. قولي والله. والله. حلوة ولا وحش؟ لا وحش طبعا. قولي والله. صباح الخير، صباح المسؤولية، وصباح الصحيان بدري، وصباح الامتحانات، وصباح اللي بتغني، وصباح اخت الله يرحمها، ادعوا لها كتير في التعليقات، ربنا يرحمها يا رب ويسامحها ويغفر لها. النهارده نيرة عندها امتحان، وحسن كمان عنده امتحان. حسن هو اللي كان شايل موضوع الامتحانات بتاعت نيرة، هو اللي بيوديها ويستناها. انت اللي هتودي نيرة النهارده عشان يا محمد حسن عنده امتحانات، لو حسن راح هيتاخر. ربنا يا رب يوفقك يا نيرة، ان شاء الله ان شاء الله. احنا متفائلين بيكم خير جدا جدا جدا، ان انتوا فعلا هتحققوا حلم امكم وهتفرحونا. ان شاء الله ربنا يوفقكم في حياتكم يا رب. هطلع اشوفها بقى صحيت ولا لا، عشان خاطر انا صحيتها، عشان ما تروحش في النوم تاني. حطوا لايك للفيديو يا جماعه دوت، وشاركوا في القناه، وادعوا لنيرة وكل الطلبه ان ربنا يوفقهم. انت ليه صحاكي يا رميس؟ والله كده بصحى. طب نيرة عندها امتحان، انت ليه صحاكي؟ انا بصحى بدري. انت بتصحي بدري؟ طب كملي نوم بقى، لسه بدري، نام شويه يلا. تعالي خش نامي جنبها. لا جوه. صباح الخير يا نيرة. صباح الخير يا سيدي. طب انا عايزه اقول لكم ان غايبه محمد هو اللي مصحيني من النوم اصلا. الدنيا دي ماشيه بدارها والله. صباح الخير يا نيرة، عسى ربنا ينجحك يا رب. يا رب يا خير يا رب. عارفه لو بعد الصحيان دوت وبعد المرمطه ديت ما جبتيش مجموعه لي؟ لا ان شاء الله، لا ان شاء الله، متفائله جدا ان شاء الله يعني. الحمد لله. ربنا يوفقك يا نيرة يا رب في حياتك، ويا رب كده اشوفك دكتوره اعلى 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 المراتب والمناصب يا رب. كمان عايزه اقول لكم بجد والله انا لو رفضت الدنيا دي كلها مش هلاقي زي خلالي يعني. حسن عشان عنده امتحان ومش فاضي، يا لو الدنيا هيتاخر يا انا هتاخر. خلي محمد العزيز لسه متجوز، هو اللي هيوديني. حبيبتي نيرة، هو اللي هيوديني بقى. انا لو دخلتي بالليل وعايزاني في اي حاجه والله ما اتاخر عليك. يا رب تسلمي يا رب. انا مش بقدر احاول امشي عشان ما نتاخرش. يلا يا حبيبتي. ايه هتعرفي تقفلي؟ هجرب. هتعرفي ولا مش هتعرفي؟ هجرب. اما نشوف. بس الباب تقيل شويه يا جماعه، زيت زيت. يلا وريني بقى شطارتك. يلا ما انت شاطره اهو يا نيرة. برافو يا نيرة، ما انت شطوره اهو. لا جدع انتهت المهم بنجاح. الباب تقيل قوي انت. بصي يلا لف الكام، يلا بسرعه. عايزه اقول لك انا اصلا منشكحه النهارده عشان النهارده اخر يوم امتحانات ليا. الحمد لله ربنا يوفقك. ربنا يوفقك يا نيرة يا رب في حياتك يا رب. يا خير انا وانت ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كده تجيبي مجموع عالي ان شاء الله. ان شاء الله هتحققي الحلم ان شاء الله اللي امك كان نفسها فيه. ان شاء الله يا خير. ان شاء الله كده ان شاء الله هتفرحي قلوبنا وهتفرحي قلوب متابعينك وحبايبك. ان شاء الله. ان شاء الله كده هنعمل لك حفله جميله جدا 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 بمناسبه تفوقك. ان شاء الله. انا متفائل خير. وانا على فكره. انت بتقلقني كده، مش شايل المسؤوليه. بصراحه انا عايز اقول لك ان انت مصر كلها مستنياك يا نيرة. يا نيرة. النهارده اخر يوم امتحانات وانما فرحانه. ما تنكدش عليا. لا لا بس لا بجد والله، لا انا الحمد لله، لا انا حاسه ان في انت عارفه بعد المرمطه والصحيان بدري دوت لو ما جبتش مجموعه علي. ده انا هتضرب مش منك انت. ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك يا نيرة. خير ظنك ان شاء الله. حط لايك، حط لايك ده نيرة عشان نيرة متمرمطة عشان النهارده اخر يوم امتحانات لنا. الحمد لله ربنا يوفقك ان شاء الله انت وكل الطلبه يا رب. يا رب يا ربنا رب. ننجح كل الطلبه يا رب، كل اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ربنا يا رب يوفقهم في حياتهم وربنا يكرمهم يا رب. مع ان سيد اخويا اكبر مني بسنتين في ثانيه ثانوي، وانا اللي في ثالثه دي هو خلص قبلي. رماس ويوسف مخلصين قبلي، ويا اخي محمود مخلصين قبلي. الدنيا كلها خلصت الا الرسمه بتاعي. عشان انت ثالثه اعدادي، فانت انت مرحله مهمه جدا اكيد، فانت بيسيبوكي للاخر خالص عشان يبقى عندك وقت وعندك براح ان انت ترجعي وتذاكري ويبقى معاكي مده اكبر. بس هم بقى امتحنوا بعد الفرح بتاعك على طول، انا قعدت اراجع بعديها بشويه. بس انت مش كده احسن؟ ايوه عشان انت مرحله مهمه يا نيرة. الحمد لله الحمد لله. ربنا يوفقك. ربنا يوفقك يا رب. يا رب يا خير. هو الحمد لله نيرة النهاردة عندها مادة واحدة. رزقي بقى. رزقي وربنا يا حسن. ايه يا هرب. كان حسن بقى يستناني في العربية بين 5 و6 ساعات. انا الحمد لله النهاردة ساعتين بس. اهم حاجة ولا بلاش مش وقت بقى، مش هنكد عليك على الصبح. لا لا والله يا خالي كل اللي انت بتقوله ده انا عارفاه وفاهماه واثقه من ان شاء الله هجيب لكم مجموعه حلو تعملوا لي حفله برضو كبيره. بصوا ده انا هيسكو، وانتوا عايزين ندخل سنه عامه شويه كده. احنا عايزين مجموعه عالي. عارفه انت نشوف فيك امل الدكتوره كده. مش حاسه ان انا عايزه ابقى دكتوره. هندسه ولا هندسه خالي، اي حاجه حلوه. انا عايزه ابقى مذيعه خالي. مش حاسس فيها مذيعه خالي. صدقني حاسس فيكي مذيعه صح عشان بتكلم كتير لا انا شايف فيها مذيعه.
خلاص بقى. لا فتنا هنا اتكسر التلفزيون. هنفطر نروق على حالنا. خلي خرج بدري عشان نفطر بدري. فنروق عليها كده نفطرها نظبطها ونقول لك كلمتين والنصيحتين وربنا يوفقك. ربنا يوفقك يا نيرة يا رب. تاكلي ايه بقى حضرتك؟ اكيد يعني هاكل بس حاجه خفيفه بقى. شكل السما فوقينا عامله ازاي؟ اه جميله. منظر السما حلو قوي. انا منورها بقى. انت منوره الدنيا كلها يا بنت يا نيرة. لا ده انت والله العظيم منوره الدنيا كلها. بصوا يا جماعه الفرخه دي شكلها عامل ازاي؟ شكلها كيوت قوي قوي. شفت الفرخه دي؟ لا لا ده فرخة ولا ديك؟ لا الديك اهو ده فرخة. ما هو حد ابتكر وانتهى مع بعض اكيد يعني. هو ده شكله راجل اكتر. بصي يا شطينة انا جينا نفطر يا جماعة. يلا شوفي هاتي هجيبي انا ايه. انا عن نفسي انا ايه هاتي لي مولتو وهاتي لي بقى حاجة اشربها وهاتي لك انت برضه مولتو ولا اي حاجة. ما انا هجيب لي مولتو ولا هاتي لي. يلا بقى خلي بقى ناكل بقى خلي. بصوا يا جماعة احنا جبنا بقى مولتو جبنا بيبسي. فطار خفيف خفيف كده. اه عشان نفطر بقى بسرعه كده ان احنا جايين بدري قوي. فلما نفطر بقى يكون ايه. انا اكتشفت ان هم ما بيدخلوش حد بدري. دي بالنسبه لي مفاجاه. انا كنت فاكر ان هم ممكن يدخلوا. كنت دخلنا على ميعاد الامتحان على طول اصلا. برافو عليك يا نيره. يا قمر يا قمر انت يا قمر. كنت موتي حلوه يا بط. نبحرتك يا اختي يا قطه. يا زغنن طالع لامه. بتقولي النبي حرسك؟ يا اختي يا والله انا اول مره اسمع الجمله دي من قريب. والنبي يا اختي هم بيقولوا كده. على ما نيره تخلص بقى فانا هروح دلوقتي على عمرو الحلاق عشان اروق على نفسي عشان انا فضلت قاعد كده هزهق وهتعب وهمل. راح اعمل اي مصلحه كده اروح على حمو الحلاق يديني تلميعه وترويقه تكون نيره خلصت ان شاء الله وربنا يوفقها يا رب وربنا ينجحها وربنا يوفق كل الطلبه وكل اللي بيتفرج عليا دلوقتي ان شاء الله ربنا يوفقه في حياته وينجح اولاده. كل سنه وانتم طيبين وصباح الفل. وصلنا عند حمو الحلاق بس للاسف لسه ما فتحش فانا مستني اتصلت بيه وجاي لي في الطريق دلوقتي. هنروق على نفسنا بقى عشان فاضل ساعه ونيره تخرج من الامتحان فان شاء الله باذن الله الحق احلق في الساعه دي. انا لازم اعمل اي حاجه عشان هزهق من القعده وهتخني فلازم اعمل اي حاجه كده اسلي نفسي فيها على ما نيره تخلص عشان ما افضلش قاعد في الشارع. خلصت امتحانات خالص 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 الحمد لله. كده عملتي في الامتحان يا نيره؟ الحمد لله يا خالي ربنا استرها معانا. والامتحان كان تقيل شويه بس ربنا استرها معانا يعني وما سيبش ولا سؤال يعني. وهراجع مع المستر بقى يطمني بقى وابقى اطمنك. كل الناس تدعي النيره يا جماعه وتدعوا لكل الطلبه ان ربنا يوفقهم يا رب وينجحهم. وليه ايه رايكم في الحلقه؟ رحت حلقت وروقت على نفسي وروشنت على روشنه. اهزل يا خالي جميل ما شاء الله. باين عليها عريس. انت فزك انت طول عمرك تفضل عريس يا خالي. بصوا بقى يا جماعه ان انا عايزه اقول لكم انا ما بنامش بقى لي يومين اصلا. يومين ايه؟ مش عارفه ان الامتحانات بدات اصلا وانا ما بنامش. انا هموت وانام. انا فرحانه ان انا بعد كده هخرج واروح واجيب راحتي. ما بقاش عارفه ان انا عندي مستر. ما بقاش عارفه ان انا عندي مذاكره. كل ده حاجات كتير فرق معايا قوي. شوف رد فعل الاء ايه على الحته اللي انا عملتها ديت. هتصوت في وشي ولا هتقول عليها حلوه؟ لا جميله اصلا. وبعدين انت شكلها حلو اصلا. وبعدين الا ما تعرفش تقول لك عليها وحشه حتى لو هي مش عجبتها. لا ما لو ما عجبتهاش هتصوت في وشي. لا على فكره الا مش كده. الا ما تعرفش تعمل لك كده خالص يا راجل. اه والله ما تقدرش تكسر بخاطرك. اذا لحقت تحفظي هلا كده. اي اي يا ابني في يا ابني دي مرات خالي انا عارفه قبليك وعايشه معاها. بص يعني انا ما بسيبهاش احسن عايشه معاها اكتر منك. هصور لكم رد فعل الا دلوقتي واشوف هتعجبها ولا لا. هتعجبها؟ ان شاء الله. هتعجبها ولا مش هتعجبها؟ هتعجبها. ايه رايك؟ تعالي. ايه رايك بصور؟ بصور ايه رايك في ايه اللي انت عامله ده؟ حلو ولا وحش؟ لا وحش طبعا. قولي والله؟ دي اللي ما بتعرفش تكسر مخاطر حد. انت كان بتقالي فيكي شعر من شويه. مش حلو والله. ايه ده؟ والله مش حلوه؟ بتكلم بجد مش هزار. بتهزري صح؟ اه والله. متضايقه مني ليه بس؟ عشان انت مشيت من غير ما تقولي. بص يا جماعه هو كل ما في الحكايه ان هي قالت لي عايز اجي معاك استنى وانت مستني نيره وكده بس هي انا ما رضيتش اتعبها معايا. قلت لها ايه؟ اتسحبت من جنب منها وسبتها نايمه. فانا كده اشكر ولا ما اشكرش؟ لا تشكر. تشكر جدا. صعب والله ما عايز اتعبك. ايوه بس حلوه ولا وحشه؟ لا حلوه بس يعني ليه عملت كده؟ ولا مستغرباني؟ ايه حلوه يا رماس؟ اه ده انا حلوه. قولي والله. والله
الحمد لله عجبتها. هي كانت بتقول كده بس عشان ايه؟ كانت عايزه تيجي معايا وانا بودي نيره وكده، بس انا ما رضيتش. انا قمت من جنب. انا خلصت يا اختي امتحانات وهقعد معاك. بص انا قاعده على قلبك ومربعه منوره الدنيا كلها نيره. ده نورك يعني. عامله لي فطار مخصوص. يا سلام بقى على الدلع والحلاوه والروقان. يا سيدي يا سيدي، يا بخت اللي مراته مدلعاه. صح. فنقول لها لا تسلم ايدك، تسلم ايدك يا حبيبتي، ربنا ما يحرمني منك ابدا يا رب. عاجبني بطاطس. بس قولي لي ايه رايكم في اللوك برضو؟ وعلى فكره قالك بتهزر، يعني هو اللوك حلو. عيوني انا عايز الناس تدعي النيره. كل الناس تدعي النيره وتدعي لكل الطلبه وربنا يوفقكم جميعا يا رب. بتقول يا رب يا رب. مش هينفع بقى السفره الجميله ديت انا ما صورها لكوش، لان بصراحه كده انا مبدعه. يا ريت اتجوزت من زمان. معلش يا بخت اللي مراته عزل كده. انا كان شايل لك الحلو كله الوقت. الحمد لله الحمد لله. صباح الخير. القمر ده والله حلوه. اه والله غيرها، لو وحشه هعملها اكننا رايحين المصيف. والله حلوه ولا وحشه؟ لا حلوه. يعني باين عليا ان انا عريس كده. هو يبان عليك ان انت عريس بدي؟ مش دي ملهاش علاقه؟ طبعا انت عريس من غير حاجه. يلا بينا عشان نلحق نشوف هنعمل ايه. عندنا اوراق بنخلصها، ادعوا لنا كده نخلص على خير. يا جماعه ولا محمد خاف عليك وما رضيش يقلقك. انا كنت عايز اجي معاك بصراحه. هتيجي معايا تفضلي قاعده متذنبه؟ عادي. انا قلت اعمل مصلحه، هستنى نيره شويه واستنى الحلاق شويه واليوم عدى يعني، ربنا ينجحها يا رب. يلا. بقول لك على فكره، انت ما صبحتيش على الناس. صباح الخير. مش تصبحي عليهم ازاي؟ قولوا ازيكم عاملين ايه؟ شكرا على كلامكم الجميل. والله شكرا جدا على كلامكم الجميل.